أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه قصة سليمان عليه السلام لو قال إن شاء الله لم يحنث أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، إذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، وقد جاء شرعنا بموافقة هذا يكون شرعا لنا. نعم.